مساء الخير أرييلا، وأهلا بكم برنامج حياتنا، حلقة خاصة عن مباراة العراق واليمن ويوم خليجي مميز، حيث يخوض منتخبنا الوطني في تمام الساعة 6 من مساء اليوم الخميس مواجهة حاسمة بدور المجموعات من بطولة خليجي 25، عندما يلاقي شقيقه اليمني في مباراة يستضيفها ملعب البصرة الدولي الذي يتسع ل 65,000 متفرج، ويحتاج منتخب الأسود إلى التعادل فقط لكي يضمن التأهل، لكنه يسعى لتصدر المجموعة ورفع رصيده إلى 7 نقاط لكي يواجه ثاني المجموعة الثانية في النصف النهائي والابتعاد عن الحسابات المعقدة، معولا على المستوى الطيب الذي قدمه في مباراته الأخيرة أمام السعودية في أجواء ممطرة ومتعبة. على الجانب الآخر، ظهر المنتخب اليمني بصورة طيبة في الجولة السابقة بالرغم من خسارته مع نظيره العماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وثابر كثيرا إلا أنه لم يستطيع أن يحافظ على تقدمه لودع البطولة، وهو الآن بلا رصيد بعد أن خسر مرتين. ومن هنا سوف يلعب المنتخب اليمني بلا أي ضغوط، وسيحاول أن يقدم مباراة طيبة أمام العراق صاحب الأرض والجمهور. وسيرتدي منتخبنا الطاقم الأخضر بالكامل ولأول مرة في بطولة خليجي 25 بعد أن سبق له اللعب بالقمصان البيضاء في مواجهتي عمان والسعودية. وأيضا يتصدر منتخبنا مجموعته ب4 نقاط، ويليه منتخب عمان بالرصيد نفسه وبفارق هدف، ثم منتخب السعودية ب3 نقاط، وأخيرا اليمن بلا رصيد. مشاهدينا، محور حلقتنا راح يكون اليوم حول جولة الحسم بلقاء العراق واليمن. أيضا راح أكون وياكم اليوم بحلقة مميزة، لكن أيضا راح تكون موجودة ويانا بالجزء الآخر من حلقتنا هذا اليوم الأبراج وتوقعات التاروت، وأكيد نستقبل مشاركتكم واتصالاتكم من خلال الأرقام الظاهرة على الشاشة. خلونا نشوف أغنية الافتتاح لخليجي 25. أمانة كانت أجواء الافتتاح أكثر من رائعة، والحمد لله كان افتتاح ناجح. خلينا نقول رغم أن البعض يقول يعني صارت أخطاء بالتنظيم وهذه الأمور، لكن هذه تحدث في أي مكان، فخلونا اليوم لا نكون سلبيين، بالعكس كان الافتتاح أكثر من رائع، الحمد لله كان افتتاح ناجح. أذكر مشاهدينا عبر قناة الرابعة ومستمعينا عبر إذاعة الرابعة FM برقم الاتصال اللي من خلاله تقدرون تشاركونا برأيكم وتوقعاتكم لمباراة العراق اليوم مع اليمن. الرقم هو 07-8-2-2-3-3-2-2-2-0. وأيضا أذكر أنه بالجزء الثاني من الحلقة راح تكون ويانا نور لتوقعات الأبراج لهذا الأسبوع وأيضا قراءة التاروت، وتقدرون تشاركونا وتشوفون حظكم بالتاروت. الرقم هو 07-8-2-2-3-3-2-2-2-0. طبعا لقاء العراق واليمن اليوم يعد هذا اللقاء رقم 20 في السجل التاريخي بين المنتخبين، ويصب تاريخ المواجهات بينهما لصالح أسود الرافدين. فعلى مدار يعني هذه الفترات فاز سابقا بالمباريات منتخبنا الوطني من أصل 19 مباراة، فاز العراق 16 مرة مقابل أيضا تعادلين وخسارة واحدة، حيث سجل أسود الرافدين 49 هدفا، فيما أحرز المنتخب اليمني 10 أهداف على مستوى اللقاءات الخليجية. التقى أيضا المنتخبين في خليجي عام 2013 البحرين في خليجي 21، فاز منتخب العراق 2-0 أكيد لصالح العراق، وأيضا في خليجي 23-2017 مع الكويت فاز منتخب العراق 3-0 لصالحنا أكيد، وأيضا في خليجي 24-2019 في الدوحة انتهت بالتعادل السلبي ب0-0 للفريقين. نتمنى أكيد الفوز للعراق اليوم بهذا اللقاء. بعيدا ذكرنا سابقا ونذكر الآن أيضا أنه الفوز الأول كان هو إقامة هذه الدورة، دورة 25 خليجي 25 على الأراضي العراقية تحديدا في البصرة، هذا هو وحده فوز لنا، لكن أكيد نفرح أكثر وأكثر تكبر فرحتنا بفوز العراق
العراق بكل مباراة يعني تمر يكون لنا فوز أكيد تكون الفرحة كبيرة جدا، وهذا الشيء يعم في شوارع عموم محافظات العراق أجمع وليس فقط في البصرة وبغداد. حابين نشوف الأجواء الآن تحديدا في البصرة مع مراسلنا إيهاب. إيهاب يسمعني؟ شوف الأجواء في البصرة حاليا قبل مباراة العراق واليمن. مساء الخير إيهاب، تسمعني؟ إيهاب نعم، حاليا إيهاب وين موجود مكانك؟ يمكن أكو مشكلة بالصوت، يعني مدى يوصل لإيهاب؟ إيهاب يسمعني؟ شباب الظاهر أكو مشكلة بالصوت. نعم، نرجع نحاول يعني مرة أخرى مع زميلنا المراسل إيهاب الآن حتى نشوف أجواء الجماهير في البصرة. طبعا اليوم كل العراق يتمنى يكون في البصرة وميال أهل البصرة بهذه البطولة وهذه الأجواء الأكثر من رائعة، وأيضا راح يكون لنا ذهاب إلى الاستوديوات التحليلية في وقت لاحق من حلقتنا. أذكر بأرقام الاتصال اللي من خلالها تقدرون تشاركونا بآرائكم وأيضا توقعاتكم نتيجة مباراة العراق واليمن لهذا اليوم، وأيضا تقدرون تشوفون حظوظكم بالتارود في الجزء الآخر من الحلقة لمشاهدينا عبر قناة الرابعة وأيضا مستمعينا عبر إذاعة الرابعة FM. الرقم هو 0782233-2220. الشباب دي يحاولون يتواصلون مع مراسلنا في البصرة إيهاب، لكن عندنا اتصال حاليا لمن ما يوصلون لإيهاب. الاتصال من مساء الخير من حسين. حسين من واسط، اسمعك يا حسين. مساء الخير عليك، يا ريت تسمعني من التليفون. وعليكم السلام. ان شاء الله اتمنى تفوز المنتخب، واتوقع النتيجه 2-0. تتوقع نتيجة العراق 2-0 ضد اليمن. شكرا لك حسين، شكرا لمشاركتك. هذه أول توقع ويانا لهذا اليوم لمباراة العراق واليمن. حسين يقول 2-0 لصالح العراق. إن شاء الله إحنا بكل الأحوال يعني أي نتيجة تكون لصالحنا هي مرضية، بس أكيد عندما يكون هناك نقاط أكثر فيكون فريقنا خلينا نقول مترهين أكثر. طبعا يقال أنه الملعب في البصرة على أثر مباراة العراق واليمن امتلأ الملعب قبل المباراة بأربع وخمس ساعات، حتى الملعب ممتلئ بالجماهير حتى قبل اللعبة بعدة ساعات. الحماس في أوجه لهذه المباراة والتوقعات إيجابية جدا لصالح العراق. عندنا اتصال آخر من نوفل من بغداد. مساء الخير يا نوفل. السلام عليكم. وعليكم السلام. من بغداد. العد. من وين؟ من برا خبرك، من الخارج. نعم من الخارج، أسمعك يا نوفل. شنو توقعاتك لمباراة اليوم العراق واليمن؟ أنا من طرابلس ليبيا قاعد أخبركم. نعم. من طرابلس ليبيا. من طرابلس ليبيا. تشرف بيك، أسمعك توقعاتك اليوم. 3-0 إن شاء الله لسود الرافدين. 3-0 لسود الرافدين إن شاء الله. شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك ويانا. مشاهدينا أذكر برقم الاتصال وأيضا مستمعينا عبر إذاعة الرابعة، الرقم هو 0782233-2220. من خلال هذا الرقم تقدرون تشاركونا بين النتيجة المتوقعة واللي تتوقعها لمباراة اليوم. يا ريت نقدر نشوف مراسلنا بالبصرة حتى نعرف أكثر تفاصيل والأجواء. نعم عندنا مشكلة بالصوت، عندنا اتصال من موسى من البصرة. يا هلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا موسى. أتوقع أتمنى نفوز منتخبنا إن شاء الله. إيش قد تتوقع النتيجة؟ إيش قد؟ أتوقع النتيجة 3-1.
3-1 لصالح العراق. نعم. طيب موسى انت ليش ما رايح للمباراة؟ ما لقيت تكتات؟ ما لقيت بطاقة حتى اروح للملعب. ما لقيت بطاقة، طيب رحت احد المباريات او راح تروح المباريات القادمة؟ ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لاتصالك. شكرا لاتصالك. اذا نشوف اليوم اغلب التوقعات لصالح المنتخب العراقي، يعني نشوف شويه اكو الحمد لله مو شويه هو اكو تفاؤل بمباراه اليوم ضد اليمن. ان شاء الله يا ربي 3 أو 2 أو حتى 1 لصالح العراق احنا قابلين. اليوم راح تكون اكيد المباراه حماسيه جدا، مثل ما ذكرنا انه الجماهير موجوده ومستعده لمباراه اليوم من قبل حتى 4 أو 5 ساعات في الملعب. اليوم كلنا نفسنا نكون متواجدين هناك، لكن اكيد يعني اكو مشكله همنا بالتكتات ما شاء الله تباع بسرعه. عندنا اتصال من ديالى. جاسم تسمعني؟ فصل الاتصال. رقم الاتصال اللي من خلال تقدرون تشاركونا بتوقعاتكم لمباراة اليوم هو 0782233220. نسمع توقعاتكم لمباراة العراق واليمن لهذا اليوم. عندنا اتصال آخر شباب؟ نعم عندنا اتصال من أحمد. مساء الخير يا أحمد، أسمعك أحمد؟ تسمعني يا أحمد؟ طيب ظهر أكو مشكلة بالاتصالات. أوكي أحمد موجود تسمعني؟ أكو مشكلة بالاتصالات اليوم، مو بس ويا مراسلنا في البصرة، كنا حابين نشوف الأجواء والجماهير. إن شاء الله راح يتأمن الاتصال مع مراسلنا إيهاب في البصرة. عندنا اتصال من مشاهدينا ومستمعينا أيضا من علي. مساء الخير يا علي، أسمعك يا علي تسمعني؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا جاسم من ديالى. جاسم من ديالى رجعنا. أوكي جاسم، شنو توقعاتك لمباراة العراق واليمن؟ والله ان شاء الله اول شيء احب احيي قناتكم الموقره. شكرا لك. تحياتي لان انتم جاي تواكبون الحدث اول باول هذا واجبنا. شكرا لك. ان شاء الله العراق اليوم ان شاء الله النتيجه طيبه وترضي الجمهور العراقي الممتلئ ان شاء الله. اقدم شكري وامتناني لاهالي البصره. انا قبل بلعبه شو اسمه حضرت هناك. لعبة من وحضرت هناك؟ ألو تسمعني؟ أكو مشكلة بالاتصال شباب، انقطع الاتصال. إن شاء الله يعاود الاتصال بنا، لكن أيضا متوقع النتيجة إيجابية تكون لصالح العراق ضد فريق اليمن. طيب عندنا انتقالة للاستوديو، استوديو التحليلي. لو بعد شباب بدنا نحاول اكو مشكلة بالاتصالات، يعني اليوم المشكلة مو بس بكثرة الجماهير في البصرة، اليوم المشكلة أيضا بالاتصالات. طبعا لبين ما يتأمن الصوت والاتصال مع زميلنا إيهاب، المراسل إيهاب في البصرة. هذه هي أجواء البصرة حاليا، خلونا نشوف. تشيك صوت. هاي صوت تعال يلا. يلا اوكي بس الاجواء اوقف. خلنا غير كاميرا لحظه وراح احاول اغير كاميرا. أه
انقطعت الصورة مع الأسف. الشباب يعني دا يحاولون أمانة، لكن تشوف أكو صعوبة بإيصال الصورة وأيضا الصوت. احنا كنا حابين انه نشوف الاجواء اكثر في البصره، والجماهير ايضا موجود ويانا سيف من النعم. قبل ما ننتقل الى الاستوديو التحليلي لقناه الرابعه في البصره، عندنا اتصال. الاتصال، نعم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو اسم حضرتك؟ قاسم. قاسم، من وين يا قاسم؟ من الديوانيه. من الديوانيه. حضرت احد المباريات في البصره؟ قاسم، قاسم اسمعني من التليفون لو سمحت. هو من التليفون قاعد اسمع. طيب قاسم، حضرت احد المباريات في البصره؟ اي حضرت. اي مباراه حضرت؟ مباراه الوي السعوديه، العراق والسعودية. أكيد كانت الأجواء استثنائية، والمطر والنتيجة كانت لصالح العراق. حكينا شوية عن الأجواء بوقتها، شلون كانت؟ والله الأجواء كانت صعبة على الفريقين، بس الحمد لله والشكر وفقنا وفاز منتخبنا 2-0. الحمد لله. اليوم شنو تتوقع نتيجة المباراة العراق واليمن؟ إن شاء الله اليوم العراق 2. اثنين؟ هم 2-0. 2-0، هم 2-0 لصالح العراق. شكرا لك ولمشاركتك ويانا. أذكر مشاهدينا عبر قناة الرابعة ومستمعينا عبر إذاعة الرابعة FM برقم الاتصال، من خلال تقدرون تشاركونا برأيكم، وأيضا النتائج، توقع النتائج لمباراة العراق واليمن 0782233220. عندنا اتصال. مساء الخير. مساء الخير. يا ريت تسمعونا من الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتشرف باسم حضرتك. انا اسمي محمد. ممكن محمد؟ اكيد ممكن. محمد انت من وين؟ انا من بغداد. محمد من بغداد. رحت للبصره؟ شفت احد المباريات في الملعب؟ لا والله ما رحت. احنا المنتسبين تعرفين ظروفنا واجواءنا. اكيد الله يعينكم. نوجه تحيه حب واحترام لكادر قناه الرابعه. شكرا. المنظمين مال البطوله، وان شاء الله قلوبنا ويا العراق. اكيد اكيد. شنو تتوقع اليوم النتيجه العراق واليمن؟ يعني هم اما 2-0 او 2-1. 2-0 او 2-1 لصالح العراق. اي نعم. منو تتوقع ممكن يسجل هدف اليوم؟ يعني اتمنى ابراهيم بايش ايضا يعيد. ابراهيم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لاتصالك ومشاركتك ويانا. طبعا اي احد من الشباب راح يكون هو اللي صاحب الجول اللي ممكن يفرحنا، ما عندنا اي مشكله، وخير وبركه كلهم. لكن نشوف توقعات الناس لهذه المباراه يعني، واكيد نستقبل اتصالاتكم على الرقم 0782233220. طيب عندنا اتصال. عندنا اتصال اخر. الو. الو، مساء الخير. الو. الو، اعرف اسمك. ها، ممكن تسمعني من التليفون؟ اسمع. علاء. علاء. علاء انت من وين؟ من بغداد. من بغداد. ايش قد عمرك علاء؟ ها، اسمع علاء. ايش قد عمرك علاء؟ علاء. علاء انت من وين؟ من بغداد. علاء اسمعك، عرفت انه انت من بغداد. علاء اسمعني من التليفون رجاء. 15. انت متابع لخليجي 25؟ رحت للبصره؟ لا. اوكي شباب، اكو مشكله بالاتصال، انقطع الاتصال. اليوم المشكله كبيره بالاتصالات، لكن اكيد باقين نستقبل اتصالاتكم وتوقعاتكم. نسمع توقعاتكم لمباراه العراق اليوم في خليج 25 بين العراق واليمن. التوقعات مبدئيا كلها ايجابيه لصالح العراق. بدنا نحاول نامن الاتصال مع الاستوديو التحليلي لقناه الرابعه في البصره.
نعم. خلونا نسمع أغنية ممكن من أغاني خليجي 25 وهذا العرس الخليجي وراجعي لكم. جانا وياكم مشاهدينا مثل ما متعودين يوم الخميس لازم تكون توقعات الأبراج الأسبوعية وأيضا قراءات التاروت وحظوظ الأبراج ويعني الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع حلقات استثنائية على خليجي 25 أيضا وتغطية والتغطية الأساسية والأكبر رح تكون على قناة الرابعة الرياضية لمباراة العراق و اليمن لهذا اليوم ولكل مباريات خليجي 25. وبما أنه أخذنا اتصالاتكم وسمعنا توقعاتكم لمباراة العراق واليمن أريد نسمع أيضا توقعات التاروت للعراق واليمن وهذه المباراة اليوم. رحب أكيد ويانا بالاستوديو بنور. مساء الخير نور. وعلى مشاهدينا الجميلين. طبعا الأسبوع الماضي توقعتي مباراة العراق وكانت تعادل. تعادل. وفعلا صارت تعادل. بس ما توقعتي السعودية والعراق صح؟ لا ما توقعت. بس مباراة واحدة وفعلا صارت تعادل يعني توقعاتك كانت صحيحة الأسبوع الجاي. إن شاء الله هذا الأسبوع نشوف توقعات اليوم المباراة العراق واليمن. شنية توقعاتك لهذه المباراة اليوم؟ نشوف التاروت. توقعات التاروت شو تقول ونسحب ثلاث كروت. إن شاء الله إن شاء الله أكو بشارة خير. وإن شاء الله أكو تقدم يعني هذا الطفل اللي يصعد على الحصان معناها أكو تقدم وأكو خير إن شاء الله وأكو بشارة بإذن الله تعالى عندنا. أكو مواضيع راح تتحقق بهذه اللعبة وممكن أتوقع 3-0 والله أعلم. 3-0 صالح العراق. أي 3-0 إن شاء الله يعني بشكل عام المباراة لصالح العراق وممكن تكون 3-0 ممكن أن تكون 3-0. طيب خلينا نشوف أجواء كورنيش البصرة مع مراسلنا إيهاب. إن شاء الله يا ربي هالمرة يكون ضبط الاتصال. تسمعني إيهاب؟ إحنا لنسمع الجو العام في كورنيش البصرة. إيهاب تسمعني؟ نعم. مساء الخير إيهاب. ما زالت هنالك مشكلة بالاتصال. مدى يسمعني إيهاب؟ إيهاب عوف التليفون وركز ويانا بالاتصال. طيب نعود إلى حظوظ الأبراج لكن قبلها أذكر أن تقدرون تشاركونا بالاتصال من خلال الرقم 0782233220. شاركونا بتوقعاتكم لمباراة العراق واليمن اليوم وأيضا إذا حابين تشوفون حظوظكم بالتاروت. بداية حظوظ الأبراج لهذا الأسبوع عندنا أول برج اللي هو برج الحمل. الحمل هالأسبوع راح تكون ممكن أنت متوتر وأكو شغلات أنت دا تفكر بيها ممكن تكون طاقتها إيجابية أو سلبية. أفضل تبطل مشاكل مع الشريك وتبلش بحياتك حتى أمورك تمشي على خير وسلامة. اللي دا أشوفه عندكم فرحة وخبر صار جدا جاي عن قريب. مولود برج الحمل حاولوا تنتبهون لنفسكم وحاولوا تنتبهون لصحتكم لأن صحتكم ونفسيتكم جدا تعبانة خلال هذا الأسبوع. وننتقل زميلتي إلا من برج الحمل إلى برج الثور. برج عزيزي مولود برج الثور أنت جدا عصبي هذه الفترة ومتوتر وأكو أشياء بها صارت بحياتك تراكمات. هذه التراكمات أدت بيك إلى شد عصبي أو البعض منكم إلى انهيار نفسي. أفضل أنه تكونون مسترخيين أكثر خلال هذا فترة الأسبوع وابتداء من يوم السبت القادم لأنه أكو أمور وأكو شغلات لازم أنتوا تعدوها ولازم تاخذون قرارات تكون حاسمة لكم. مهنيا دا أشوف أسبوع حافل بالمفاجآت ابتداء من يوم الأربعاء القادم. أكو شغلات وأكو أمور راح تكون بها خير ورزق وصالح لكم. ننتقل من برج الثور إلى برج الجوزاء. برج الجوزاء هالأسبوع راح يكون توقيع أوراق عمل وعندك فرحة بشراء شيء جديد أو أشياء جديدة. للبعض منكم راح يكون دخل مع شريك بلوك أو حظر أو اكتشفتوا خيانة صديق أو صديقة. أفضل الابتعاد عن الأشخاص المنافقين لكم وأفضل أن تبتعدون
يعبرون عن الرفاق السوء، وعليك أن تكون واضح حتى لا تترك مجال للشكوك واحتمالات التصادم مع الشخص المقابل، خصوصا بأشياء جدية تكون ويا الشريك. لذلك خلي الأمور تصف بصالحك وتجانبك. وهسه ننتقل من برج الجوزاء إلى برج السرطان. تنتقل قبل ما ننتقل لبرج السرطان، أتمنى هذه المرة الأخيرة شباب، آخر مرة راح أخذ إيهاب، إذا ما ضبط الاتصال خلاص بعد ما نأخذ إيهاب. إيهاب تسمعني؟ إيهاب مساء الخير يا إيهاب. طبعاً إيهاب موجود حالياً في البصرة، كورنيش البصرة تحديداً، لنحاول نأمن الاتصال وياه أكثر من مرة، لكن إيهاب ما يسمعني. شباب اتركوا إيهاب. تسمعني إيهاب؟ هسه واضح يا اسمع. واخيراً إيهاب أول شيء ثبتوا الكاميرا لأنه دخت شوية. ثاني شيء إيهاب حدثنا عن الأجواء في كورنيش البصرة. طبعاً أنا دا صيح لأنه أعتقد أنه يمك كلش هوسة فما دا تسمعني زيان. نعم مساء الخير عليك إيلا. إحنا حالياً في ساحة المشجعين، يعني هذه الساحة التي خصصت للمشجعين وسط محافظة البصرة، هذه الساحة مخصصة لمن يتعذر عليهم الحضور إلى ملعب البصرة الدولي، وأيضا من يتعذر عليهم الحصول على تذكرة من أجل دخول أرضية الملعب ومؤازرة المنتخب الوطني. هذه الشاشات إيليا كما تلاحظين خلفي هي يتجمهر عليها المشجعون، يعني تعتبر من الساحات المركزية في محافظة البصرة، يعني الساحة المخصصة للجمهور. شنو شعوركم اليوم؟ والله شعور جميل، والبصرة تنور بهالوجود الحلوة والأجواء كلش حلوة صراحة، وبهاي المباراة الحلوة اليوم راح نشاهدها إن شاء الله العراق إن شاء الله الفوز. شنو توقعاتك بالنتيجة؟ إن شاء الله 2-0. 2-0 لمن؟ نعم 2-0 لمن؟ للعراق إن شاء الله. إن شاء الله فوز عراقي. حياك الله حبيبي. يعني إلى مستمرين بهذه الجولة وهذه التغطية وصل ساحة المشجعين، طبعا الأفراح والأهازيج والصيحات تعم أرجاء هذا المكان. تعالي هنا، تعالي يلا، تعالي هنا، تعالي هنا، تعالي هنا، مين شو شعوركم اليوم؟ والله اليوم ملتهين الشباب، ملتهين بالهوسة، ما يقدرون يحشون أساسا، يعني ملتهين يشجعون، ملتهين يأخذون المنتخب. طبعا كل من تواجد في هذه الساحة هم من الذين تعذر عليهم الحضور إلى أرضية الملعب، وأيضا تعذر عليهم الحصول على تذاكر الدخول إلى الملعب ومؤازرة المنتخب العراقي. هذه الساحة مقسمة إلى نصفين، ساحة خاصة بالعوائل وأيضا ساحة أخرى مخصصة. يعني رغم أنه هم ما قدروا يفوتون للملعب لكن الأجواء جميلة. نعم إن شاء الله اليوم الفوز، غدا الفوز، ناخذ كأس الخليج ونمدح الفرحة مالتنا وطعمها، نفس الظلم مالتنا والدولة والسوق كلها، إن شاء الله هاي الفرحة تكمل كل العراقيين. للنتيجة بين العراق واليمن اليوم لعبتنا شوية صعبة، بس احنا ولدنا سبع نفس ما كانت السعودية، لعبتنا قوية، إن شاء الله الفوز اليوم إن شاء الله. خلي نعيش الأجواء وياكم شوية وفرحة الشباب وتشجيعهم شوية. خليكم هنا شباب، خليكم هنا يلا. طبعا إلى بالتأكيد هذه الساحة بعد قليل ستمتلئ على الآخر، يعني بدأ الجمهور يتوافد إلى هذا المكان. شكرا إيهاب. طبعا إيليا
شكرا لزميلنا المراسل إيهاب، كان في تغطية خاصة لبرنامجنا لخليجي 25 تحديدا في كورنيش البصرة. شفنا الساحة والجماهير رغم أنه هم ما قدروا يفوتون للملعب، لكن يعني مسوين أجواءهم، ونشوف جمعة كلش كبيرة وتجمهر كبير أمام الشاشات لمتابعة المباراة ومؤازرة المنتخب الوطني العراقي لمباراة اليوم مع اليمن. عندنا اتصال، ناخذ الاتصال. شباب ألو، مساء الخير. مساء النور. هلا، اتعرف باسمك؟ اشواق. من البصرة. اشواق منين؟ من البصرة. من البصرة، يا هلا بيك وكل اهل البصرة. اشواق، ما رحتي لاحد المباريات؟ ما رحتي لساحة التشجيع؟ ألو، أسمعك أشواق، اسمعيني من الهاتف. لا، ما رايح. ما رحتي. طيب شنو توقعك اليوم لمباراة العراق واليمن؟ إن شاء الله 3-0 صالح العراق. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب حابة تعرفين شيء عن برجك؟ أكيد. شنو برجك؟ شهر الثاني. نبقى في شهر الثاني. 7 شهر الثاني برج الدلو. لا، 27 شهر الثاني برج الحوت. ايوه تمام، برج الحوت. اوكي تمام، شكرا لك، شكرا لاتصالك. اسمعينا، برج الحوت، احنا همينا برج الحوت. برج الحوت. أنا برج الحوت. بس هاي النية راح تكون إلها. هاي النية إلك. لا، هذه النية إلها للمتصلة اللي وراح تكون أشياء إن شاء الله. نشوف حظوظها. بالتاروت. حظوظك أنت تقول إنه أنت مربطة وما تعرفين شنو تاخذين قرار بعدة أمور موجودة بحياتك. راح يجي شخص يدخل بحياتك وراح يكون هذا الشخص دعم إلهي من الله سبحانه وتعالى، وراح يغير حياتك إلى الأفضل. هذا الكارت يدل على إنه أنت كثير تعبانة ومتوترة ومهمومة. حاولي تفرغين الطاقات السلبية، حاولي تفكرين بأشياء تكون إيجابية أكثر. إلا زميلتي أنا، لكن بهذه السنة حظوظ الحوت بشكل عام يعني حتكون جميلة. سنة جميلة على الحوت، لأنه إحنا حوت إن شاء الله تعبانين صلنا فترة. مو لا إن شاء الله الأمور تستقر إن شاء الله. حابة أشوف تاروت بلعبة السعودية وعمان. يلا نشوف. أوكي. التوقع المجموعة اللي هي الأولى وأشوف. نعم. شنو التاروت مالتي شي يقول. أتوقع إن شاء الله الأمور راح تكون مزدهرة جدا جدا، والشوط الأول راح يكون تقدم السعودية على عمان بهدف مقابل لا شيء، والشوط الثاني أتوقع والله أعلم راح تكون النتيجة الصالح السعودية باثنين مقابل عمان هدف واحد. نشوف نشوف وأذكرك الأسبوع الجاي. إيه 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 إن شاء الله توقعاتي تكون صحيحة. نعم. عندنا اتصال، أسمع من علي من أربيل. مساء الخير علي. مساء النور. السلام عليكم. وعليكم السلام يا علي. احنا نتمنى ان شاء الله الفوز للفريق العراقي ان شاء الله. ايش قد تتوقع على النتيجة؟ ان شاء الله 1-0. 1-0 لصالح العراق. طيب ان شاء الله بإذن الله. شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك ويانا. مشاهدينا أذكر برقم الاتصال من خلال تقدرون تشاركونا بتوقعاتكم لنتائج مباراة العراق واليمن، وأيضا ممكن تعرفون حظوظكم بالتاروت لبرجكم وشنو راح تكون. الرقم هو 0782233220. نرجع لحظوظ الأبراج الأسبوعية، ووصلنا لبرج سرطان. برج السرطان. عزيزي مولود برج السرطان، حظوظك الأسبوعية ممكن البعض منكم راح ينتقل إلى مرحلة جديدة، ممكن دراسية أو ممكن يخص احتفال أو مشروع. أفضل تهتم بالرياضة. أمور شغلات للبعض من برج السرطان متعلقة بأوراق حكومية، خبر راح يجيكم عما قريب، والخبر راح يكون جدا سار لكم. اتخاذ قرارات عشوائية البعض لكم يا برج السرطان ليست في صالحك، فكن واعي أكثر وفضل الأفضل بالتقدم إلى خطوات جديدة. الأنانية مع الشريك قد تدفعك لاتخاذ قرارات حاسمة، وقد يكون توضيح بعض النقاط أفضل وتقعدون وتنسجمون حتى الأمور تمشي على خير وسلامة. تقعدون وتنسجمون، طبعا هذا برج مخرجنا
ويقول انا اشتريت بايسكل، مو تقول لي لا مارس الرياضه شويه، يقول انا اشتريت بايسكل. طيب جيد، ويكون ريلاكس افضل، ويكون ارتاح، ارتاح، لا تعصب ويانا، لا تعصب، اهم شيء تريحونا المخرج يا جماعه. طيب عندنا حظوظ برج الاسد. حظوظ برج الاسد الاسبوعيه، اذا تابعت كل شيء بحياتك راح ترتاح اكثر فاكثر. تعلم كيف تستسلم للامور، ولكن انتبه من غضبك الشديد يا مولود برج الاسد، قد يسود جو هذا الأسبوع إلى أمور راح تكون بها خير وصالح لك. لا تخضع النزواتك، فقد تصطدم بخبر يتعلق بشخص يهمك أو راح تتفاجأ بعدة أمور. يفضل أنه قررت الرحيل من حياة أحد، لكن ممكن الله أعلم راح ترجع. أكو في التوترات وأكو مشاكل. ارتباطك بالشريك راح يكون هذا الأسبوع ناجح جدا وغني بالحوافز والشعور بالتفاؤل أفضل لك. ثابر على ما تقاوم به حاليا من خطوات إيجابية. قبل أن ننتقل لبرج العذراء، ناخذ اتصال من حسين. مساء الخير حسين من بغداد. مساء النور عليكم. حقيقه اليوم اجواء بغداد رائعه. شكرا لك حسين. حسين ايش تتوقع اليوم نتيجه المباراه العراق واليمن؟ 2-0 للعراق. 2-0 للعراق. حابب تعرف حظوظك او تاروت برجك؟ اي نعم. اوكي، شنو برجك؟ سرطان. برج السرطان. طيب اللي حكينا عنه حسين. اوكي طيب تمام. صدفه انه احنا اصلا كنا نحكي عن برج السرطان قبل شويه، ناخذ له تاروت لحسين نشوف حظوظه بالتاروت. حظوظك يا حسين بالتاروت، وبما انه انت برج السرطان اكو امور كثير مستعجل عليها تحاول تنجزها بكل سهوله وبيها بعض الصعوبات، لكن الله سبحانه وتعالى راح يسهل لك اياها. حتدخل بعلاقه جديده او انت طالع من علاقه جدا مؤذيه، وهذه العلاقه تعبتك واستنزفت من طاقتك. انت في وضع انتظار، والانتظار على انه خبر راح يجيك بيه، تقدم على المهنه وتقدم على شغل وراح يكون به خير وصالح لك يا حسين. ان شاء الله خير يكون لكل الناس. عندنا علي ايضا من بغداد. مساء الخير يا علي. يا هلا بيك. هلا بيك علي. الله يخليك، شلونك عيني؟ الله يسلمك بخير الحمد لله، دامكم بخير. فدوى القلب يا غالي. تسلم، شكرا لاتصالك. ممكن نعرف توقعاتك لمباراة العراق اليوم واليمن؟ الو الو. شكرا لك يا علي على اتصالك. اكو مشكله بالاتصال، عاود الاتصال بنا. اكيد ننتقل الى برج العذراء. يا نور لهذا الاسبوع. حظوظ برج العذراء لهذا الاسبوع اعتراف بمشاعر او تلميح من شخص انتم تحبوه. الماضي ممكن تفكرون به، وافضل انه تتخلون عن الماضي وتتخلون عن الاشياء والتفاصيل اللي موجوده بالموبايل. على طول اقضي وقتك وانتبه لنفسك وصحتك. اكو خبر راح يجي يفرحكم، واكو هديه راح تجي تفرحكم من شخص، لكن كونوا حذرين ولا تقومون باشياء وتاجيلات وامور وشغلات بحياتكم. للبعض حضور مؤتمرات او ورشه عمل جديده راح تدعم كفاءاتكم وتثقيف نفسك. لا تكون سلبي وتفاعل مع الشخص الموجود بحياتك، وتجنب المبادرة وتجنب السيطرة على الانفعالات أو ردود فعلك. راعي ظرفك الصحي وراعي نفسيتك، لأنه مناعتك جدا ضعيفة. طيب عندنا حظوظ برج الميزان لهذا الأسبوع. حظوظ برج الميزان اللي هو برج هوائي، سفر قادم لكم، خصوصا حقوق تورد لكم وانتصار عندكم في قضايا متعلقة للبعض بالمحاكم، اجتماع مع توأم الروح بإذن الله تعالى. هالفترة المالية ونادرة جدا بالنسبة لك، راح تكون لك انتقالة بها، ممكن على صعيد أشخاص، ممكن على صعيد مسؤوليات، راح ترتاحون عما قريب. نفسيا كلش تعبانين ومعصبين، لكن انتبهوا من التسرع وانتبهوا إلى وجود شخص بالماضي أو شخصين، راح يجي أشياءين اثنين بحياتكم خلال الفترة القادمة وحتحتارون. تخلوا عن أشياء الماضي وتمنوا أمنية وفكروا بها، راح يحون يعني راح يجي الوقت أنه أنتم تحققون الأحلام والأمنيات على أرض الواقع. الفترة الجاية راح تكون مناسبة لكم لتنظيم بعض الإنجازات. أما بالنسبة لحياتكم العاطفية فأنصحكم بأن تكونوا غير متغيرين وغير متقلبين. انتبهوا لنفسكم مع الشريك. انتبهوا. عندنا اتصال من حسين من العمارة. مساء الخير يا حسين. ما عندنا حسين، تأخرنا على حسين، لكن كنا نشوف حظوظ الأبراج الأسبوعية. عندنا اتصال آخر. ألو.
الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مساء الخير، اتعرف باسمك؟ مساء الخير عليكم، حمزه. الاسم؟ حمزه. حمزه حمزه. حمزه من وين؟ من بغداد. حمزه من بغداد. حمزه شنو توقعاتك اليوم لمباراه العراق واليمن؟ ان شاء الله ان شاء الله بعين الله وهالبيت ان شاء الله العراق 2-0 لصالح العراق ان شاء الله. حابب تعرف حظوظ التاروت لبرجك؟ اي والله. طيب شنو برجك؟ والله شهر السابع يوم 3. شهر السابع يوم 3. اي برج؟ السرطان. السرطان. تمام، شكرا يا حمزه، شكرا لاتصالك. اليوم اغلب المتصلين من برج السرطان صاروا اثنين. حمزه خلينا نشوف حظوظ التاروت لحمزه. حمزه انت مريت بمشاكل وهواي امور سببت لك هواي متعب وتوترت جدا، لكن افضل انه انت تكون ريلاكس وتحل المشاكل مع اشخاص اثنين. ريلاكس تكون مسترخي اكثر. مسترخي اكثر. نعم. هنا عنده امور اثنين، قرارات اثنين، وشغله راح ياخذها وراح تتخذ بها قرار راح تكون بها خير وصالح لك. هذا يبشر على انه انت دا تتعب على امور وقفت فتره راح تبلش تمشي بها وراح تكون بها رزق وخير وصالح لك ان شاء الله. الخير يعم للكل. عندنا وصلنا لبرج العقرب المائي. عزيزي مولود برج العقرب، سؤال يدور بالك من فترة، راح تحصلون على النتيجة وراح تحصلون على خبر يريحكم. أتوقع للبعض السناقل راح تكون عندكم علاقة عاطفية جديدة، ممكن بعض الأشياء راح تتسوقون أثاث شغلات، راح تكتشفون أشخاص، راح تكونون أنتم في بعض فترة من الفترات معرضين للضباب، رؤية ضبابية. مشكلة عندكم كانت راح تنحل خلال هذا الأسبوع، ممكن عبارة أنصحكم بها: نحن الرياح ونحن البحر والسفن، فيها إشارة لكم. حاول أن تكون أقوى لأنه أنت نفسيتك مكسورة بالأسبوع الماضي، هناك العديد من العروض المقدمة إليك ولكن لا تتمكن من خيارات أفضل إليك راح تكون قادمة. الفرصة هالأسبوع تبدأ بتخطيط مشروع جديد أو افعل ما يحلو لك وابدأ فورا بالفرص القادمة إليك. فرص هواي وأمور شغلات راح تجيك. المشاعر السلبية والشكوك بالشريك على قدر تفكيرك بعد عنه. طيب وصلنا لبرج القوس. برج القوس الناري. برج القوس الناري هذا الأسبوع تحس إحساس أنه أنت مصدوم بأشخاص وتشعر بالخسارة، لكن البعض منكم مجرد شعور وإحساس لا أكثر ولا أقل. دا تمر بظروف مادية ممكن بيها صعوبة، لكن الفرج قادم خلال 3 أيام بإذن الله تعالى. اندفاع وشغف وإعجاب اتجاه أشخاص موجودين بحياتكم، لكن حاولوا السيطرة على نفسكم وعلى وضعكم. البعض منكم يمر بمشاكل وأزمات راح تبلش تنحل من الثلاثاء القادم عن الناحية العاطفية، لكن الأمور والكلام راجع لكم يا برج الأسد. تشعر بالحب اتجاه شخص عاطفي جدا، أنت غير قادر على أنه تدافع على نفسك، لكن الحظوظ معه راح تمشي. عندك مشاعر فياضة اتجاه شخص، لا تندهش إذا لاحظت هذا الشيء، أنك تتجنب السرعة بالمشاكل اتجاه هذا الشخص. نظرات غير مقصودة أو أشخاص محيطين بك ربما تدفعك إلى التعرف إلى ناس جدد بحياتك على الحياة المهنية، لكن كن حذر ولا تندفع في حواراتك لأن كلماتك قد تجرح الشريك وقد تجرح الناس المحيطين بك. لا، وبشكل عام لازم كل الناس تتعامل بطريقة أنه أي شفافة. كلمة نعم، أي كلمة يوجهوها للناس أول شيء يقيسوها على نفسهم، إذا توجهت لهم ما رح تجرحهم إذن يوجهوها للآخرين. ننتقل إلى برج الجدي لهذا الأسبوع. عزيزي مولود برج الجدي هالأسبوع راح تقوم بشراء تغيير أشياء معينة، ممكن التغيير بنظام نومكم. لاحظوا نومكم برج الجدي كلش بيلخبطة، وهذه اللخبطة ممكن تأثر على حياتك. رسالة من الله سبحانه وتعالى ومسج أيضا راح يجيك على التليفون، وهذا المسج راح جدا يفرحك. مو كل شيء صار بالماضي راح يتكرر بالمستقبل. هالفترة فترة عطاء لك يا برج الجدي، راح يوصلك إما هدية أو إما أمر يتعلق في مبلغ مالي، وراح تتجلى أمورك بالرحمة الإلهية. أمور وشغلات لطف إلهي راح يكون عندك. البعض عندكم خمول وصداع، والبعض منكم زار مستشفى، والبعض منكم يعاني من ألم راح يزول ويكون بتشافي عما قريب بإذن الله تعالى. طيب
ننتقل إلى برج الدلو. عزيزي مولود برج الدلو، نشوف حظوظك هالأسبوع. شخصيتك قوية، أو ممكن شخص موجود بحياتك يراقبك، ممكن هو معجب بيك لكن راح يحاول يصالحك بالمستقبل أكثر فأكثر. أكو أمور مخفية دا تحاول تكتشفها، لكن البعض من مواليد برج الدلو دا أشوف عندكم سفر والخروج إلى مكان بسفرة راح تغير نفسيتكم خلال هالأسبوع. راح يكون هذا الأسبوع بمثابة امتحان إلك لقدرتك على التحمل والصبر. أظهر حماسك ولا تهمل الواجبات والمتطلبات. معنوياتك هالأسبوع لازم تكون مرتفعة يا برج الدلو، وحاول العمل بجد وبنشاط أكثر فأكثر، وابدي استعداداتك للتضحية من أجل الحصول على النجاح بعملك. والبعض منكم اللي ما عندهم عمل راح تتوفر لهم فرصة خلال هذا الأسبوع بإذن الله تعالى. وأخيرا وليس آخرا، برجنا برج الحوت. بس نريد واسطة لبرج الحوت تأخذ لهم تاروت همينة. أوكي، نقرأ الحظوظ الأبراج الأسبوعية لبرج الحوت. عزيزي مولود برج الحوت، هالأسبوع أنت شخص راح تكون روحانيتك عالية وطاقاتك جدا إيجابية. حدث قادم لكم بحياتكم من صديق، ممكن يكون مائي أو صديق يكون ناري، راح يحضر لكم هدية ويحضر لكم مفاجأة. يا سلام، راح تنحطون بخيارين يا برج الحوت بالحياة العاطفية. يوجد أشخاص موجودين اثنين بحياتك وانت لازم تقرر يا إلى هؤلاء يا إلى هؤلاء. كثرة التأجيل في أمور حاسمة ومصيرية بحياتك تهدد علاقتك بالشريك وممكن تدفعك لمزيد من التأزمات. فجأة راح تلمع بحياتك أشياء وتلمع بحياتك وبراسك شغلات، ممكن أمور راح تعرضها على مديرك وراح تناقشها للأخذ بعين الاعتبار. هلا هسه نشوف التاروت لبرج الحوت. شنو دلالة البرج الحوت؟ اوكي، اعترف اكو واسطة بالموضوع من عندنا البرج الحوت. نشوف حظوظ برج الحوت ونشوف تاروتك هذا الاسبوع شو يقول. طبعا برج الحوت انت محتار لك فترة، مو عارف تاخذ شنو القرار الصحيح اللي يكون موجود بحياتك. برج الحوت الله سبحانه وتعالى راح يقدم لك الكرة الأرضية وراح يقدم لك هدية من عنده، وهذه الهدية راح تلمع بإيدك. أنا مثل ما قلت تاروتكم يقول بي شخصين موجودين بحياتك، أنت لازم تختار شخص أو أمرين يخصون حياتك المهنية. بس التاروت ماتك يقول يا برج الحوت أنه شغلة راح تمسكها بإيدك وتكون بها خير وصالح لك، وهذه أصل خير، هذا رزق الله سبحانه وتعالى جايب لك يا راح تمسكها بإيدك وراح يكون عندك انتقالة. الحب الانفينيتي جدا عالي عندك يا مولود برج الحوت، وان شاء الله الحياه العاطفيه جدا قويه ان شاء الله. احنا متازمين عاطفيا صار لنا فتره، صح؟ مو اي متازمين جدا عاطفيا. بس اكو عوض من الله سبحانه بدخول شخص جديد بحياه برج الحوت، واللي دا اشوفه الانفينيتي، يا اما اللي عندهم مشاكل راح تبلش هذه المشاكل تتجلى وتنحل، يا اما دخول طرف اقوى من الطرف الاول وراح ياخذ برج الحوت. منافسه راح تصير، منافسه اي، لان اللعبه بالانفينيتي كانت كثير قوية، فأكو منافسة عاطفية. إن شاء الله يا ربي حظوظ كل الأبراج وكل الناس تكون رائعة، وأهم شيء اليوم حظوظ منتخبنا الوطني تكون في صالحنا أكيد مع ضد اليمن. طبعا سمعنا توقعاتكم وتوقعات ايضا نور من خلال التاروت ل يعني نتيجه العراق ضد اليمن اليوم، والكل يتوقع النتيجه لصالح العراق. وان شاء الله يا ربي فوز منتخبنا الوطني بمباراته، وكل التوفيق اليوم. مشاهدينا راح نكون معكم من الثلاثاء من الاحد الى الخميس من الساعه 5 الى 6. حلقتنا لهذا اليوم انتهت، نلتقيكم يوم الاحد على خير ان شاء الله. الى اللقاء.